ازاي بقى نعمل بريك للباسورد. تمام، نعمل بريك للباسورد. اوكي، لو انا مثلا بدخل كده وبعمل مثلا تلنت وبقول ليفن دوت زيرو زيرو دوت وان وبدخل كده ومش فاكر الباسورد. الله، طب انا عايز اعمل بريك للباسورد، هعمل ايه؟ هقوم جاي على الرومون. اوكي، بس لازم ادخل على الرومون ديت، رومون مود، عن طريق مين؟ عن طريق الكونسول بتاع الراوتر. تمام، لازم اوصل الكمبيوتر بتاعي الكونسول، فانا هروح على الكمبيوتر الكونسول واقول له خش. تمام، هو طبعا شغال، وانا برضو من هنا مش عارف الباسورد، فمش عارف اكسس اي حاجه. تمام، طب هنعمل ايه؟ هنعمل ريستارت للراوتر. تمام، كهاردوير بقى. اوكي، اهو هقفله وافتحه تاني. تمام، وافتح البي سي بتاعي وادوس على الت كنترول بريك، الت كنترول بريك من الايه، من الماوس، سوري، من الكيبورد. تمام، ادوس على الت كنترول بريك من الكيبورد. طيب بعد كده اقوم عامل ايه؟ اقول له كونف بريك. اوكي، واكتب الفاليو ديت. انا عندي تو فاليو بتحرك فيهم، يا اما اللي هي 0 اكس 2142. اوكي، او اللي هي 0 اكس 2102. تمام كده. طيب ديت كده ايه، انا بخش على مود تاني خالص، فلو دوست انتر كده خلاص، واقوم عامل ستارت، او ممكن تعمل ستارت كهاردوير برضو اهو. تمام، وانت لازلت طبعا واصل على الجهاز بالايه، بالكونسول بورت. تمام، هيفتح اكن الجهاز جديد نوفي، اكن الجهاز ايه، جديد نوفي. تمام كده، فاقوم نازل عليه انيبل. تمام، طيب هقوله شو ران، مفيش حاجة في الرن خالص. تمام، طب هقول له ايه، مفيش حاجة شغالة في الرن. تمام، هقول له طيب كوبي ران تو ستار، سوري انا عملت كده، كنت غيرت الكونفيجريشن كله، كوبي ستارت اب. تمام، لي ران اب كونفيجريشن. تمام، هو هناخد كوبي من الستارت للايه، للران. هقول له شو ران، هلاقي الايه، الحاجه هي الكونفيجريشن بتاعي. طب بس انا مش عارف الباسوردات برضو، ما انا كده ما عملتش حاجه، صح؟ لا، بس انا هنا اقدر اعمل ايه، اقول له، اقول له ايه، اقول له كونف تي، واخش على سوري، طب دلوقتي هعمل ايه، دلوقتي اقول له كونف تي وادخل على الايه، الباسورد، فاقول له مثلا انيبل سيكريت. تمام، واخليها مثلا 123. تمام، فيبقى انا كده غيرت الايه، الباسورد بتاعي. تمام، اجي اقوم عامل ايه بقى دلوقتي، هقوم عامل ريلود تاني، نقوم جايين عاملين ريستارت دلوقتي. طبعا لازم اكوبي قبل ما اعمل ريستارت، اعمل ايه، كوبي من الرن بقى للايه، للستارت اب. تمام، واقوم داخل على الراوتر بتاعي واقوم اعمل له شات داون، فتحه تاني، وادخل على البي سي. تمام، وادخل الت كنترول بريك. تمام، واكتب ايه، واكتب كونف ريج، واقوم ايه، وانا بكتب كونف ريج واقوم كاتب ايه بقى، 0 اكس 2 1 0 2. تمام، واقوم عامل ريستارت تاني، ارجع تاني للراوتر بتاعي، اسيبه يفتح بقى عادي جدا. تمام، هيدخل دلوقتي على ايه، ليه كده، ليه دخل كده، مش عملنا كونفريج المرة اللي فاتت، صح؟ نقول
كده. طيب كروبي، ناخد ناخد كروبي run start، كروبي من ال start لل run. تمام اهو رجع لنا كده. تمام لو عملنا من هنا reload سيف كونف انيبل، انيبل الاول انيبل بعد كده كون تي. مش هنحتاج كونفيجريشن، لسه هنخش نقول له كوبي من ال start up لل ايه run running configuration. هو كده نقول له كوبي من ال run to start، كان نقول له reload. ما عملت سيف كده. تعالى نعمل حاجة ظريفة جدا، نقول كده نو نيبل ريلود، ونعمل ريلود ندخل على الرومان تاني نقول له كون ريج زيرو اكس تو one zero two. لا هو one two zero two one zero two. تمام start بس كده خلاص. كده رجع الراوتر بتاعي زي ما كان تاني بعد ما عملت بريك الباسورد. لو انا عملت 1 2 3 كده اهو قدرت ان انا ايه ادخل الباسورد انيبل وكاتب برضو 1 2 3 اهو. انا كده عملت ايه بريك للباسوردز بتاعتي. تمام اوكي طيب.